مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده طبعا هنتابع معاكم ماتش مصر ومالي اللي يعني حالا هيبدا في الجابون، والماتش بدا بالفعل. هنتابع معاكم كل ربع ساعه، هنشوف مراسلنا هناك، هنشوف ايضا مراسلنا الموجودين في مقاهي مصر واسكندريه بيتابعوا الناس بتتابع المباراه ازاي، وان شاء الله يا رب تكون بدايه خير على فريقنا القومي باذن الله. النهاردة عندنا فقرة مهمة جدا بتهم الستات والرجالة، يعني النساء والرجال على حد سواء، وهي كيف نحافظ على الخصوبة بتقنيات حديثة. الأفكار الجديدة دلوقتي تعدت فكرة التلقيح الصناعي، تعدت فكرة أطفال الأنابيب زي ما كانت بتسمى زمان، دلوقتي احنا بنتكلم على تجميد البويضات، ازاي نتيجة في نساء كتير، نتيجة المرض، نتيجة تأخر سن الزواج، نتيجة أشياء تأخر السن، الخوف من المستقبل، ابتدى يبقى في ترند وتفكير ازاي نجمد البويضات نحافظ عليها. وده ممكن علميا وكان موجود في العالم لكن أصبح موجود في مصر. معايا اتنين من أكبر دكاترة أمراض النساء في مصر، معايا الدكتور شريف حمزة أستاذ طب النساء طبعا في القصر العيني، وأيضا معايا الدكتور شريف باشا استشاري أمراض النساء، وهتكون معانا أيضا دكتورة هناء جوهر أستاذ علم الاجتماع. هل المجتمع بيقبل الكلام ده؟ هل الرجالة ممكن تقبل هذا الأمر؟ هنسمع وناخد طبعا اتصالاتكم الهاتفية. الخصوبة بعد سن الستين، الخصوبة حتى بعد الأمراض، طبعا احنا عايزين نقلل الخصوبة أو عايزين نقلل المواليد، لكن احنا بنتكلم هنا عن الناس اللي ما تقدرش، النساء اللي عندهم ممكن تكون مريضة فهتضطر انها تشيل البويضات، أو ممكن انها مريضة مش هتقدر انها تخلف بعد سن معينة، فبالتالي في أفكار علمية كثيرة كيف تحافظ النساء على الخصوبة، وازاي تقدر تخلف مش بس التلقيح المجهري اللي خلاص بقى منتشر جدا في مصر، ولكن دلوقتي تجميد البويضات. هنعرف ده بعد قليل، لكن عندنا أخبار كتيرة، ونبتدي بمباراة مصر ومالي اللي بدأت منذ قليل، وخلونا نشوف التشكيل اللي هينزل بيه كابتن كوبر في لحراسة المرمى. أحمد الشناوي، الباك بتاعنا أحمد فتحي، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد الشافي، خط الوسط طارق حامد، عبد الله السعيد، محمد النني، والهجوم محمد صلاح، مروان محسن وتريزيجيه. نتمنى التوفيق للجميع، ولكن أذكركم ان احنا يوم الخميس والجمعة عندنا حلقات خاصة تبدأ في 10:30 يوم الجمعة، عندنا حوار هام وحصري مع كابتن محمد صلاح، كابتن يعني احد نجوم نادي روما والمهاجم المصري المعروف. محمد صلاح هيحكي قصته وتاريخه، احلامه بالنسبة لبطولة افريقيا، احلامه بالنسبة للمستقبل وكاس العالم. قبلها يوم الخميس هيكون معانا حلقة طويلة أيضا مع نجوم أفريقيا، مع المدرب الأعظم، وبقول الأعظم لأنه الحقيقة كان الأعظم في تاريخ الكرة المصرية، كابتن حسن شحاتة، هيكون معانا كابتن سمير زاهر، هيكون معانا محمد ناجي جدو، هيكون معانا أيضا كابتن حازم إمام. كل دول حلقة يوم الخميس، وهيكون معانا جزء من حلقة محمد صلاح أيضا هنتكلم عليها يوم الخميس. إذن معانا يعني نجوم الكرة في إفريقيا، نجوم مصر وإفريقيا، حلقتين خاصتين يوم الخميس والجمعة 10:30، ترقبوهما، وبعد شوية نرجع تاني. عمرك تخيلت انك توصل للمرحلة دي؟ تلعب في مصر سنة ونص في بازل على تشيلسي، مفيش حد متخيل انك بعد سنة ونص من المقاولين لتشيلسي. انت حاسس انك محظوظ ولا علشان انت مجتهد؟ الاثنين، الحظ ما بيجيش غير لحد هو تعب. ليه كتير من المحترفين بتوعنا ما بيكملوش يا محمد؟ بعيد عن اهله ما بيبداش يلعب، برجع بقى لاهلي او الزمالك بيكلموني، برجع العربية، برجع الموزة، برجع مش عارف ايه، هم زعلوا. عايز
عايزه اقول لكم انه حقيقي انا استمتعت جدا بالحوار مع محمد صلاح. محمد شخصيه جميله جدا، مرح جدا، يعني كان بينا حوار لطيف جدا. مش عايزه احرقه لكم، فاتمنى ان انتم تشوفوه الحوار كاملا يوم الجمعه في 10:30، جزء منه عن افريقيا هيتذاع يوم الخميس، لكن الحوار كل يوم الجمعه في 10:30. خلونا نذهب الى مركب شباب الجماليه، زميلنا محمد حداد حيث يتابع العشرات من المصريين المباراه وبدايه المباراه على في المركز. حداد، ايه الاجواء عندك؟ برحب بحضرتك وبرحب بكل الساده المشاهدين من هنا من مركز شباب الجماليه. زي ما حضرتك قلتي، بالفعل عشرات المواطنين بيتابعوا مباراه مصر ومالي، هذه المباراه التي لها طابع خاص ولها طعم خاص بعد غياب لمده 7 سنوات عن البطولات الافريقيه. ومصر ايضا كانت قد حققت هذا الرقم القياسي، 7 مرات حصلت على هذه البطوله، فهذه المباراه لها طابع خاص ولها طعم خاص. وزاره الشباب والرياضه عملت او جهزت 500 مركز شباب على مستوى الجمهوريه لمتابعة مباراة مصر ومالي وضربة البداية في هذه البطولة للمنتخب المصري. 500 مركز شباب على مستوى الجمهورية متابعة المباراة بالمجان داخل هذه المراكز، من ضمنها بالطبع مركز شباب الجمالية اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، في شاشتين عرض، شاشة اللي احنا واقفين قصادها دلوقتي وشاشة أخرى في مكان آخر. عدد من المواطنين اللي بيحضروا هذه المباراة، بالطبع كلنا نفسنا ان مصر تكسب وكلنا اتمنى ان مصر تكسب، لكن اكيد حضرتك عندك توقعات، توقعك ايه لهذه المباراه؟ نكسب ان شاء الله مصر، تكسب ان شاء الله مصر ان شاء الله. كام؟ 2-0 ان شاء الله. ومين ممكن يجيب الاجوان من وجهه نظرك؟ يعني رمضان صبحي وابو جريشه. انا شايف حضرتك وكل الناس اللي موجودين كل ما يعني كان في هجمه من شويه والناس بتقول يا رب يا مسهل يا مسهل. كان انفراد ان شاء الله، وان شاء الله جاي تاني ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله رب العالمين، وربنا ينصر المنتخب المصري ويفرح المصريين كلهم بعد غياب 3 دورات من الامم الافريقيه. مع ذلك احنا برضو ابطال افريقيا، 7 دورات لسه ما حدش حصلنا، وان شاء الله تمنى معانا السنه دي ان شاء الله تمنى ان شاء الله يا رب يا رب. ايضا مواطنه مصريه بتحضر المباراه في مركز شباب الجمالية، اهلا بحضرتك. بالتاكيد كلنا نفسنا مصر تكسب، ولكن توقعاتك ايه؟ كام جون ان شاء الله؟ 3-0 باذن الله، ويجيبوا كل لعيب ان شاء الله هيجيب جون باذن الله، فوز عظيم ان شاء الله لمصر، ونتمنى لها ان شاء الله في تقدم افضل وافضل باذن الله يا رب. استاذ لميس، زي ما حضرتك شايفه اسر مصريه بتتابع المباراه داخل مركز شباب الجماليه، ويعني هناك عدد كبير من المواطنين بيحضروا المباراه وبيشجعوا مصر. يا رب ربنا يجعل وشنا حلو على منتخب مصر ويفرحنا الليله. بشكرك شكرا جزيلا، واليك الميكروفون. بشكرك يا حداد، واسيبك بقى تتفرج على الماتش وتبقى تقول لنا ايه الاخبار. كان في هجمه لمروان محسن وكابتن عصام شلتوت النقد الرياضي الكبير. كابتن عصام، رايك ايه في التشكيل؟ كابتن عصام، طيب هو مش سامعني يا جماعه؟ طيب حتى يعود لينا كابتن عصام شلتوت، خلوني اقول لكم انه على دكه البدلاء عصام الحضري، شريف اكرامي، سعد سمير، رمضان صبحي، محمود كهربا، ابراهيم صلاح، احمد محمدي، احمد حسن كوكا. طبعا دايما بنبقى متوقعين انه رمضان صبحي ينزل في الشوط الثاني وكهربا ينزل، يعني بنبقى متوقعين التبديلات، لان هو دي الطريقه اللي لعب بيها كوبر دايما، انه ينزل رمضان صبحي ونزل كهربا في وقت ما بعد الشوط الاولاني. طب رجع لنا كابتن عصام شلتوت، رايك ايه في التشكيل يا كابتن؟ يا كابتن ايه شباب، ما في مشكله في التليفونات. طيب لحد ما يجي لنا تاني كابتن عصام شلتوت، احنا بنقول ان اول ماتش مع مالي يوم السبت، عندنا اوغندا 21 يناير، عندنا اوغندا، ثم غانا 25 يناير في الجولة الثالثة والأخيرة المجموعة الأولى. عندنا 3 ماتشات، مالي، أوغندا، وغانا. احنا كنا لعبنا مع غانا مباراتين كسبنا فيهم، الماتش الأخراني كان ماتش مهم جدا. ما رجعلناش عصام شلتوت تاني يا جماعة. طيب
خلونا نرجع لخبر آخر لحد ما يكون معنا كابتن عصام شلتوت. والحقيقة أنه خبر غريب جدا، والحقيقة الخبر ده من يوم الخميس مش النهاردة بس. الخبر بيتكلم على أن الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة قد قامت بإدراج عدد من يعني المنتمين للجماعة الإرهابية تحت قائمة الإرهابيين. طيب رجع لنا كابتن عصام شلتوت. سامعني يا كابتن؟ سامع حضرتك يا أستاذ. أهلا بيك، رأيك إيه في التشكيل؟ والله تشكيل باستثناء غياب مفاجئ لعصام الحضري أصاب المعسكر ببعض التوتر، لكنه تشكيل أمثل بنسبة 99%. يعني برضو نتكلم على عصام الحضري، لكن البعض كان بيقول إن أداء عصام في الفترة الأخيرة ما كانش عظيم. شوفي حضرتك، نتكلم بمقاييس الكرة العالمية، وحضرتك دايما يعني ممن يحملون المنطق أو يعتمدون المنطق. يعني عندما يكون لدينا حارس بتاريخ عصام الحضري أو بوفون لو احنا طلينا، عندما يكون موجود معنا إما أن يكون يعني على رأس قائمة المنتخب أو فلا يأتي للبطولة، أو نستعين به زي لما بدأ يستعين به كوبر ساعة لما كان شريف إكرامي في إصابة طويلة والشناوي بيعاني هبوط في مستواه، كان ساعتها تلقى 8 أهداف في مباراتين، وبالتالي كان أوان عصام الحضري الحارس الدولي الكبير كابتن بلده، عارف أنه بيجي في أوقات الشدة لأنه حامل أختام كل الخبرة. أما أن يكون موجود ويفاجأ، خاصة أنه لم يعلن ولم يعلم إلا بالأمس، وعن طريق الحقيقة تسريبة علشان ردة فعله تبقى بدري شوية فيخرج مخزون الغضب، إداريا كان لابد أنها تتعالج أمهر من كده يعني بشوية، وبالتالي يعني ضبابية وتعافي. الآن المطلوب من عصام الحضري أن يكون جندي في يعني معسكر بلاده، ولا صوت يعلو على صوت الجماعية والمنتخب. ده مش كلام إنشاء، ده كلام احتراف واحترام، خاصة لما يبقى في المنتخبات. وبالتالي إدارة حازمة، سواء الرئيس البعث حازم لواري أو المهندس هاني أبو ريدة، أحد يعني من يتولوا إدارة الكرة قاريا وعالميا، اللي يزعق يروح يا أستاذة. هكذا فعل الجوهري الله يرحمه في العام 2002 مع إبراهيم سعيد، وكانت الدنيا قد قامت ولم تقعد عندما اختاره عكس رغبة كل الأهلوية وكل المحللين وقتها. طيب يعني أتمنى بس أن الأمور يعني إحنا دلوقتي مش وقت خناق ولا زعيق ولا كده، ده وقت طبعاً. إن إحنا نقف رجل واحد، اللي يقعد على الدكة يقعد على الدكة، بس في طبعاً. النهاية كلنا على قلب رجل واحد، ويا سيدي ممكن يلعبوا الماتش الجاي، بس يمكن مخليه للمباريات القادمة. حضرتك قلتي المنطق في عدم وجوده اليوم، لكن المنطق الأساسي هو أن يجلس أولا دون يعني ما يكون هناك وعود بمباراة أخرى بدقائق أخرى. ولا يمكن أبدا إعلان لاعب أو حارس أو أي ما يكون، لأن حضرتك حد ياخده كده ويحط إيده على كتفه ويقول له بص يا ابني أنت لازم تخلي بالك أن أنت عظيم، بس النهاردة مش عارف هنعمل إيه. لا ما فيش كلام من النوع ده، هناك أوردر. إذا كان هناك ما يمكن أن يكون كلام بيني أو تفاهم، هو اللي حضرتك قلتيه، يعلن أن المهمة حاضرة للجميع وأن الفريق يمثله بالزبط. أي 11 موجودين، يعني ما محمد صلاح كان قاعد احتياطي الماتش اللي فات، يعني كبار بالزبط. يعني كبار اللعيبة بتقعد احتياطي. احنا لازم ندرك ان احنا في فريق واحد، ده رأي المدير الفني في النهاية، ويبقى فيه التزام، ده جيش. ما ده اللي بقوله لحضرتك، هي ضبابية الموقف. بس عصام نفسه ليه تصريحات، يعني احنا ما رضناش ناخد اغلبها هنا، لكن بعضها بيقول ان هم يعني راعوا حتة ان شريف من الاهلي والشناوي من الزمالك، وهو لم يعد تحت راية نادي كبير، وبالتالي لفظوه. يعني انا شخصيا قلت له عصام لا يمكن ابدا ان يكون هناك حوار بالطريقة دي من كابتن مصر، احد علامات الكرة الأفريقية وعالمي الاسم أيضا، ويخرج منك كذا تصريحات، ولغينا أنه ده يبقى للنشر. يعني وانت بتتفرج على الدقائق الأولى يا كابتن، شايف الدنيا ماشية ازاي؟ يعني أول هجمة كانت لمروان محسن، شايف الدنيا ماشية ازاي؟ شايف الدنيا معقولة، حاول مروان محسن لكنه يعني لازال الفورمة بتعلى ديها بعد ديها، يعني لو رفعها سنة ما فيش في الكرة، لو طبعا لكانت هدف مبكر. إنما احنا موجودين في الملعب، احنا مش زي ما الناس قالت رايحين علشان نرص رصة ونلعب لعبة صلاح،
مش صحيح. احنا بندافع بنظام الحمد لله ان الراجل كوبر ده الدنيا انصفته كل الفرق بترجع في نص ملعبها ومن ثم تخرج للهجوم مباشرة عند امتلاك الكرة او في الكرة الثانية اللي هي بنستلمها او بنفسد هجمة وناخدها، وبالتالي الماتش سجال لكن فريقنا مطمن. يعني اذا كان هناك ما يقال خلال هذه الدقائق نحن بقبل منتخب مصر مطمئن جدا جدا جدا. هرجع لك تاني يا كابتن في خلال المباراة التي نتمنى أن تكون فاتحة خير، هذه أول مباراة لمصر لسه أوغندا وغانا، لكن دايما الماتش الأولاني مهم جدا. الشناوي أنقذ الفريق من هدفا محددا محققا منذ قليل. طيب نرجع تاني للخبر اللي كنا بنكلمكم عليه بعيدا عن المباراة، طبعا دي صور متابعة الماتش في اسكندرية وفي الجمالية وفي الدقي، احنا كاميراتنا في كل مكان، وحنرجع لمراسلنا بعد قليل. الحقيقه انه يعني الدايره زي ما كنت بقول لكم، الدايره السادسه بمحكمه جنايات شمال القاهره يوم الخميس بعد الظهر اصدرت حكما بادراج عدد من المنتمين لجماعه الاخوان المسلمين على قائمه الكيانات الارهابيه والارهابيين. زي ما احنا عارفين في قانون الارهاب في قائمه كيانات ارهابيه وفي قائمه ارهابيين كاشخاص، وإدراج 1502 من أعضاء الجماعة والموالين لها على والمتهمون بأنهم موالين لها موالون لها على قائمة الإرهاب لمدة على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات وما يترتب على ذلك الحكم من آثار. هيا نحب بصينا على القائمة دي اللي هما بيتكلموا عليها ان هي ارهابيين، دول اللي هو مجموعة الارهابيين، فيها الناس اللي احنا متوقعينها يعني بديع وعزت وعاكف والقرضاوي ويوسف ندى وخيرة الشاطر وكتتني وابراهيم منير وعصام سلطان وباكينام الشرقاوي ووليد شرابي وحسن مالك، يعني عدد كبير جدا من الناس اللي بالفعل محبوسين، بالتاجي، يعني عدد كبير جدا. لكن انا وقفت قدام اسمين، 3 اسامي الحقيقه، وقفت كده مش فاهمه. رجل الاعمال صفوان ثابت، اللاعب المصري محمد ابو تريكه، الاعلامي مصطفى صقر اللي هو يملك جريده البورصه. 3 اسامي بصراحه انا وقفت وسالت نفسي سؤال مهم جدا، هو ابو تريكه، وأنا أسفة يعني طبعا أنا لا قول فوق قول المحكمة، لكن أنا بسأل السؤال على فكرة ليس إهانة للمحكمة ولا إهانة للقضاء، ده سؤال، هل أبو تريكة أهم لاعب في مصر، أكتر لاعب محبوب في البلد، أهم لاعب في الأهلي، اللاعب اللي حقق لنا أحلام الدنيا كلها، أبو تريكة حتى لو كان متحفظ على أمواله اللي بشبهت، خلي بالكم بشبهة لسه ما فيش قرار واضح، بشبهة أنه كانت له معاملات مع جماعة الإخوان أو معاملات فيها كلام، أبو تريكة إرهابي؟ أبو تريكة يتسحب باسبوره؟ أبو تريكة يعني يمنع من السفر؟ ده الكلام. أبو تريكة يبقى ليس لديه حسن سير وسلوك بالقانون؟ يعني ده ليس ما عندوش حسن سير وسلوك؟ أبو تريكة ده رجل هو الأخلاق، ده قرار المحكمة أنه إرهابي. صفوان ثابت اللي بيشغل الألاف، وأنا هنا بتكلم على رجل أعمال ماليش دعوة بقى، صفوان ثابت جهينة بيشغل ألاف الناس برغم أنه هو ولم يتوقف برغم أنه حصل تحفظ على فلوسه، إرهابي؟ مصطفى صقر زميلنا اللي عنده جورنان بيشغل فيه ناس، جورنان اقتصادي، إرهابي؟ أنا عندي سؤال بسأله للسادة المسؤولين عن هذا الأمر، هل فكرة الإدراج أنه متحفظ على أمواله يبقى إرهابي؟ دكتور محمد حمودة المحامي بالنقد مساء الخير يا فندم. دكتور حمودة. ايوه فندم حضرتك، انا بسال السؤال وبدون ان حضرتك محامي، يعني طبعا حضرتك احد مستشارين القانونيين للاستاذ صفوان ثابت، بس انا بسالك بقى كمحامي، انسى صفوان ثابت على جنب، ايوه ابو تريكه ارهابي، مصطفى صقر ارهابي، صفوان ثابت ارهابي، يعني انا مش عارفه ايه.
بص يا فندم، آفة مشكلة مصر في الآونة الأخيرة هي تحريات الرائد والمقاتل. لا البلد مسؤولة ولا الرئيس مسؤول ولا الكبار مسؤولين. آفة مصر دلوقتي أصبحت كبار الصغار. قيادات الداخلية ناس محترمة جدا، لكن هو رائد سمع كلمتين يقوم كاتب يقول لك صفوان ثابت ده قرايبه من الإخوان، يقوم كاتب كلمتين يخلي الراجل إخوان. الراجل اللي ساعدنا، الراجل اللي كان في 30/6 باعتراف ممدوح حمزة بيوزع منتجات جهينة على الناس في ميدان التحرير، ده باعتراف ممدوح حمزة اللي هو رجل اعترافات وقال صراحة يا اخوانا انا طلبت منه ثلاجات تعفير 3 ثلاجات في 30/6 مليانة زبادي زبادوه عشان خاطر تأكل الناس. الراجل اللي منير صخري عبد النور قال لي وهو وزير للتجارة قصد ساعه احداث رابعة العدوية لعدم وجود سيارات لنقل ان هو بنفسه اللي بعد مش عايز احكي. الرجل اللي بيتبرع في تحيا مصر في كل حاجة. الرجل اللي بيشغل 6 مصانع ولا يمكن ولم ينسب إليه في يوم من الأيام كنحة ولم يساء إليه في يوم من الأيام. هذا الرجل يبقى رابع، دي واحدة. 2 أبو تريكة لعيب محبوب. يا أخوانا في فرق لازم نميز بقى، يعني كده حرام. احنا عمالين اما المحكمة فهي محكمة ذنبها ايه؟ تحريات جيالها والتحريات طلعت وتصعدت. للأسف الشديد ان احنا اذا لم نستطيع ان نوقف كارثة التحريات اللي بيعملها ضباط صغيرين دون النظر اخرهم عقيد وبعدين الكل بيطلع لان مفيش حد، خلاص كله بيخاف، محدش يقدر يقول ده لا، محدش يعرف يشيل واحد، لكن تعرف تحط واحد، محدش يعرف يلغي يعني خدمة. معلش سؤال يا متر لو سمحت يا دكتور. أيوة. دلوقتي أيوة. انا بس عايز اسال يعني اشرح لي قانونا لماذا ادرج هؤلاء ضمن قائمه الارهابيين. بقول لحضرتك يا فندم اهي ده الموضوع ده بقاله 2 سنين. لا بس الحكم طلع يوم الخميس. ايوه يا فندم، لان هنا مكتب التحفظ على اموال الاخوان بناء على تحريات ضابط مباحث قد الدوله اللي هو رائد او مقدم اتصعد لقياداته، قياداته صعدوها للمكتب. المكتب عرضهم وفقا لقانون الارهاب ان بيبقى عنده اسماء بيعرضها باكملها. طب خليني اسالك سؤال تاني يعني حتى عن صفوان ثابت انه اتهم ان له علاقات بجماعه ارهابيه او ما الى ذلك، هل ثبت ذلك؟ يعني هل خرج قرار؟ ده كلام يا فندم، ده قول هجل في مقام اخر ما تبقى من جد. صفوان ثابت عمره في حياته ما كان له اي اتصال باي مخلوق. لا انا بسال على الشق القانوني القضائي. لا مفيش يا فندم. هل ثبت بالقضاء بالمحاكمه؟ كان في حكم محكمه يعني؟ لا يا فندم مفيش ولا حاجه بالحاجات دي، هي مجرد التحريات وان مكتب التحفظ على اموال الاخوان وفقا لقانون الارهاب الجديد اللي اتعمل رفع الى المحكمه المختصه. المحكمه المختصه قدامها تحريات بتقول كده، هي ذنبها ايه؟ هي ذنبها ايه؟ المشكله في الرائد والمقدم. انت مش مصدقني الكلام لا يا فندم، ما بعد الرائد والمقدم في لجنه قضائيه محترمه للاسف بتراجع ده. يا فندم للأسف الشديد حضرتك إن الرائد والمقدم هو اللي هيحكم القصة، لأن اللجنة القضائية القاضي مش هينزل بنفسه يتأكد من التحريات ذنبه إيه. عنده تحريات بتقول إن صفوان ثابت ده قرايبه وإخوان مسلمين. أبو تريكة إرهابي يعني؟ معلش يعني في ناس ممكن زملكاوية ما تحبوش، بس مصر كلها بتحب يعني. معلش أصل أنا يعني عندي بس علامات استفهام، مش فاهم. أبو تريكة إرهابي للأسف الشديد يا فندم من المرة العاشرة. ممكن يكون له ميول أي مشاعر، ده هذا حقه، لكن الرجل للمرة العاشرة في برنامج حضرتك بقول زي كل حاجة قلتها لك، الجهاز الاستشاري يجب أن يغير بأكمله. كده غلط، كده إحنا مش صح. الإرهابي يروح في داهية، الوحش يوديه يعني. ابو تريكه زي محمد مرسي، ابو تريكه زي خيرت الشاطر، صفوان ثابت مش ممكن كده، زي البلتاجي مش ممكن كده يا فندم. الناس دي فاتحه بعدين لو قلنا حاجه يقولك انتوا بتتكلموا في القضاء اساسا، يعني ده القران يعني. لا ده مش كلام في القضاء يا فندم، ده مش كلام في القضاء، لان احنا بنقول نحترم احكام القضاء وبنقول صراحه ان المشكله كانت في التحريات الاوليه اللي ما فيش حد يقدر. هو ذنبهم ايه؟ اصل ده للاسف الشديد
هتعملي ايه في ظل المناخ اللي كل كلمه بتتقال على اي حد توديه الداهيه. احنا دلوقتي فعليا في ماساه حقيقيه في ظلامي، ولا بد ان يكون هناك الا من رجل حكيم، يعني لابد من مستشارين حكماء يعالجوا كل الهم القانوني اللي عمالين نقع فيه غلطة بعد غلطة. أنا عاشر مرة بقول مفيش قانونيين، مفيش مستشارين بيشوروا صح. الكلام ده لا القيادة السياسية ولا اللي تحتيها عايزين كده، ولكن للأسف الشديد إن العرض جاي من تحت لفوق، واللي تحت بيكتب اي حاجه هو عايزها، اما لخصومه واما لكلمه سمعها لواحد واما مخبر جاب له كلمه، وبعدين نودي الناس كلها في 60 داهيه. بشكرك دكتور محمد حمود، انا عارف انك في المطار، وبشكرك. اذا تغيير اضطراري للفريق، اصابه احمد الشناوي ونزول عصام الحضري حارسا لمرمى مصر بعد اصابه الشناوي. يعني ممكن تجيبوا لنا مراسلنا من هناك على التليفون نعرف ايه اللي حصل بالظبط. طيب استاذ علي الدش المستشار القانوني لرجل اعمال صفوان ثابت، مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. يعني بالنسبه لقوائم الارهابيين التي وضع عليها السيد صفوان ثابت، احنا بنقول ان هو ايه يترتب على الحكم قوائم منع من السفر وترقب وصول، فقدان شرط حسن السمعه والسير لتولي المناصب والوظائف العامه والنيابيه، تجميد الاموال، ايه يعني ماذا ستفعلون؟ هو احنا طبعا ساعتك فوجئنا بهذا الحكم زينا كده من التلفزيون زي اي حد، لان ما حدش كان يعلم بان المحكمه 6 شغاله في هذه القضيه دي. المفروض انها من سنه 2014 بتحمل رقم 653 لسنه 2014، رغم ان احنا كنا تقدمنا للسيد النائب العام وقلنا له ان احنا عايزين يتحقق معانا، لان احنا وقع علينا ظلم مبين. وانا طبعا برضو بكمل على الكلام اللي قاله الدكتور استاذنا الفاضل محمد محمود، ومش عايزين نطير على تعقيد، بس انا بقول لك ان احنا في عندنا قضيه منصوره امام القضاء الاداري، وهذه القضيه محفوظه للحكم في جلسه 24/1، وصدر عده احكام من القضاء الاداري قالت ان هذا قرار اداري وان الحكومه تعدت على المواطن ومخالفه احكام الدستور، وبننتظر صدور هذا الحكم. انما طبعا مع الحكم المفاجئ اللي صدر من محكمه الجنايات برئاسه السيد المستشار خليل عمر عبد العزيز، طبعا احنا تعجبنا بيه، واحنا كنا متوقعين ان لو كانت النيابه حققت وغربلت الناس دي كان الاعداد ما كانتش بالعدد ده خالص، لان هي اللجنه اختعت الاسماء اللي عندها كلها اللي جايه لها من ومحدش بيقرا، يعني بعتت الاسامي محدش بيقرا فندم ولا ايه؟ لا محدش بيقرا. هو طبعا كان المفروض، هو احنا كنا وعدنا وقال ان في لجنه من 7 مستشارين هتشكل في مكتب النائب العام وهتبتدي تستدعى الناس وتحقق معاهم وتشوف الادله. يعني حضرتك بتقول لي انه التحفظ ده كان من امتى يا فندم؟ من سنه تقريبا؟ أكتر من سنة. لم يتم التحقيق معكم حتى هذه اللحظة؟ ولا استدعاء ولا استدعاء؟ ولا أي حاجة خالص. ده أنتوا شركة كبيرة يعني. لو إرهابي طب هو ليه مش في السجن؟ 6000 عامل مباشر وعندنا 40,000 عامل غير مباشر. وده طبعا كل استثمارات السيد صفوان ثابت موجوده داخل مصر، بل بالعكس هو حتى من بعد القرار احنا عملنا توسعات وعملنا شراكات جديده. يعني الراجل شغال وبيشغل ناس اصل انا موضوع ان يعني الصراحه مش فاهمه. وبعدين برضه عشان دلوقتي ابن صفوان بين الناس اللي تبرعت لصندوق تحرير يا فندم، يحققوا معاه طلع ان هو، معلش مع احترامي، يحققوا معاه طلع ان هو بيمول الارهاب يدخل السجن، ده اللي افهمه. لكن ان احنا من اغسطس 2014 استاذتنا احنا لازم نفرق ما بين حاجتين، نفرق ما بين ان في واحد بيعاقب او بيحاكم في قضيه جنائيه، ده مش خلاص واحد لم تسند له مجرد اتهام، مجرد يعني انا عاوز ايه القصه ساعات مش بالشبهات، يعني لازم ادله قانون. هو في بلدنا الحقيقه في كثير بالشبهات. هي طبعا عواقب هذا الحكم بتاعت الماده 7 من القانون. عواقب الحكم بقى ايه بالنسبه لكم انت؟ طبعا يعني احنا طبعا هنجيب الحكم وهنعمل النقض بتاعنا ان شاء الله في اسرع ما يمكن، وان شاء الله يعني احنا بنثق في القضاء وبنثق في احكام محكمه النقض، لان المحكمه لو كانت استدعتنا او كنا علمنا بهذا الحكم رغم
ترددنا كثير على مكتب النائب عشان نتابع هذا الموضوع، لأن ما حدش قال لنا أي حاجة خالص، وبالتالي احنا ما كنتوش تعرفوا أساسا أن هذه القضية موجودة خالص من المواد من 2014، يعني كانت الموضوع تبقى معروف أنها تحققت. شكرا أستاذ علي الدش المستشار القانوني لرجل الأعمال صفوان ثابت، أيضا معي الأستاذ محمد عثمان محامي كابتن أبو تريكة. مساء الخير أستاذ عثمان. بصراحة كابتن أبو تريكة عارف الخبر؟ بالطبع أنا للأسف اطلعنا على الخبر بعد نشر إحدى الصحف له، إنما فيما يخص الجلسة اللي كان مقرر لها الخميس الماضي احنا لم يتم اعلاننا ولم يتم استدعائنا حتى ليتسنى لنا ان ندافع عن انفسنا امام المحكمه، ومن ثم ان القرار ده حتى صدر في غيبتنا. واضح ان انتوا مش انتوا بس اللي لم يتم اعلامكم، ولا حد تم اعلامه، هما مش يمكن قالوا هنعلم 1500 واحد. يعني في انا عايز اقول حاجه، ضمانه وكفاله حق الدفاع دي ده حق دستوري لاي مواطن مصري انه يتمكن من ابداء دفاعه، بالعكس ان حق الدفاع ايضا اقول يعلو حق الهيئه الاجتماعيه ان احنا نمكن اي شخص من ان يدافع عن نفسه، انما ان يتم اصدار قرارات خلفه وبليل دون ان نمكن من دفاع عن انفسنا، اعتقد ان ده امر ينال من دوله سياده القانون. بس هل هذه جلسه من الجلسات اللي فيها دفاع ونيابه وغيره، ولا دي جلسات اللي بتعلن اي اتهام اي جلسه اي ادعاء لازم يقابله دفاع؟ هل احنا يعني يمكن تبقى يعني ارجو ان توضح لي، انا ما اعرفش في القصه دي، يمكن مثلا تبقى لقانون الارهاب ان كل العامل يعني كل المدرجين في الكيانات الارهابيه على طول بيتم ان هم ارهابيين يعني، بس هو الحقيقه ان في موالين زي ما بيقولوا، او هم حاطين حضرتك يعني ابو تريكه وصفوان ثابت ومصطفى صقر ضمن الموالين مش الاعضاء. لا هو عامة ما فيش موالين أو أعضاء، لأن جانب كبير أنا اطلعت على اللي نشر، جانب كبير بالفعل تم إدراجهم، والأصل أن الإدراج يتم بعد صدور حكم قضائي عشان يبقى ثبت يقينا للقضاء أن فلان يمول أو يدعم أو يساند، ولا أحد فوق القانون، والمفروض دي مسألة وقاعدة عامة. لكن نص المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب ربطت طلب الإدراج بالآتي: يقدم من النائب العام ومشفوع بتحقيقات ومستندات أو يكون صدر حكم. إحنا لم يصدر ضدنا أحكام، بالعكس إحنا صدر لنا حكمين من القضاء الإداري وهي محاكم معتبرة، وقالت كلام رائع في مدى شرعية لجنة التحفظ على الإخوان اللي بتحاول تبحث لها عن شرعية من خلال قانون مجلس الدولة، واللجنة التشريعية رفضوا القانون الجديد لإطفاء مشروعية على عمل اللجنة، وإن القضاء الإداري قال كلام معتبر ومهم جداً في مدى قانونية اللجنة والتحفظ على أموال الناس استنادا إلى تحريات الشرطة، وده أمر خطير. إحنا لم يتم استدعائنا لأي جهة قضائية، وإحنا قلنا بنرحب بالمسؤول أمام أي جهة قضائية متى طلب منا ذلك، ولم نواجه باتهام محدد، ومحمد أبو تريكة ما عندوش اتهامات محددة، وصفحته يقينا ناصعة البياض من أي اتهام جنائي. هل كده كابتن ابو تريكه، وانا عارفه ان هو في بين سبورتس يعني هو بيروح ويجي كتير، هل هو دلوقتي طبقا لهذا القرار الجديد ممنوع من السفر؟ احنا القرار تفعيله بيبدا بعد نشره في الجريده الرسميه، احنا بننتظر نشر القرار في الجريده الرسميه، والقانون بيدينا حق ان احنا نطعن عليه امام محكمه النقض، واحنا بنثق في قضاء محكمه النقض. هتطعن طبعا على طول؟ طبعا بمجرد النشر يحق لنا خلال 60 يوم طبقا للقانون الطعن على القرار امام الدائره المختصه في محكمه النقض. لكن ليس لديك علم اذا كان بعد الجريده الرسميه على طول هيكون مدرج يعني في قوائم منع السفر؟ اعتقد لازم القرار ينشر في الجريده الرسميه ليتم تفعيله. شكرا استاذ محمد عثمان محامي كابتن ابو تريكه. اذا طبقا لقرار المحكمه كابتن ابو تريكه ارهابي، أستاذ صفوان ثابت إرهابي، زميلنا مصطفى صقر إرهابي، ده هم بالظبط يساووا زي صفوت حجازي، زي عصام العريان، زي بلتاجي، زي قرضاوي، زي يوسف ندى، زي كل دول، زي بوتريكا إرهابي وهم إرهابي، كلهم إرهابيين. طيب خلونا نشوف معانا من الجابون زميلنا فايز ثروت مراسل النهار
في الجابون. فايز مساء الخير. مساء الخير مدام لميس على كل مشاهدينك ايضا. ايه الاخبار عندك؟ اولا قول لي في جاليه مصريه بتشجع يا فايز ولا ايه النظام؟ احنا حوالي مدام لميس تقريبا في حدود 30-35 واحد، وفي بعض الافراد من الجنسيات العربيه معانا. معانا من في كل خير يا فايز، انتوا في كل خير وانطلقوا يا ربنا يخليك. ومعانا برضو الجاليه العربيه هنا توانسه ولبنانيين جنبنا برضو بيشجعوا. طبعا الخبر الاول بالنسبه لنا هو اصابه الشناوي، ايه اللي حصل بالظبط يا فايز؟ مظبوط، احمد الشناوي شعر كده بشد في العضله الخلفيه، نزل الجهاز الطبي لمده 5 دقائق. الشناوي كمل فرضيه الملعب، حس ان هو مش هيقدر يكمل، نادى على مستر هيكتور كوبر وبالفعل تم تبديله في حوالي نص من 5 دقائق تقريبا، ونزل كابتن عصام الحضري بديل لاحمد الشناوي كاول تبديلات منتخب مصر. لحد دلوقتي في الدقيقه 35 من عمر الشوط الاول، والتعادل السلبي 0-0 حتى الان. ده يعني انت عندك اصابه شريف اكرامي وعندك كده شناوي، ده معناه ايه؟ انه ممكن يرجع واحد ويستدعي حد من مصر ولا ايه؟ لا، ما صعب ان يعمل كده مدام لميس، ولكن شريف اكرامي في فتره التاهيل ان شاء الله ممكن خلال يومين يكون بديل او يكون خلاص شوفي تماما، ولكن موضوع استدعاء حارس مرمى من مصر هيكون صعب جدا. طيب انت شايف يعني انتوا حاسين باللعب شكله ايه يا فايز؟ اللعبه مدام لميس يعني في نص الملعب مفيش هجمات خطره، مفيش غير كره واحده حصلت لمالي طلعها احمد الشناوي قبل الاصابه، محمد النني برضو عمل كوره هو وعبد الله السعيد ومحمد صلاح كانت حوالي من 10 دقائق مرت من فوق العارضه. غير كده اللعب كله محصور في نص الملعب، يعني هجمات نادره سواء على المرمى هنا والمرمى هنا، كمان الرطوبه ودرجه الحراره مؤثره بشكل كبير جدا، بالاضافه لارضيه الملعب. ارضيه الملعب سيئه 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 للغايه، الكره ما بتمشيش اكتر من مترين ثلاثه، ولازم تعمل باند كده من على الارض بسبب الحفر والمطبات اللي موجوده في ارضيه الملعب. هل في حد من الاحتياطي ابتدى يسخن مثلا ولا لسه؟ لا خالص، هو مجرد عصام الحضري وقت اصابه احمد الشناوي والمنتخب او اللعيبه الاحتياطيه كلهم قاعدين على دكه البدلاء، وفي دلوقتي يا ساتر يا رب يكون في حاجه. مروان محسن كره مشتركه الحمد لله ما فيهوش اي حاجه، الحمد لله احنا بس اتخطينا عليه كده لثواني، بس الحمد لله ما فيش اي حاجه، مروان محسن سليم في ارضيه الملعب. شكرا، بشكرك فايز ثروت مراسل النهار من الجابون. هنرجع لك كل شويه فايز عشان نعرف الاجواء في الجابون، ماتش مصر ومالي ده اول مباراه لمصر في البطوله الافريقيه بعد غياب 3 دورات متتاليه. خلونا نذهب الى سويسرا الى دافوس، حيث هناك وفد مصري مهم جدا. دافوس هو المؤتمر الاقتصادي العالمي اللي بيعقد كل عام في المدينه السويسريه اعلى قمه الجبال. انا رحت دافوس الحقيقه كتير جدا، درجه الحراره بتبقى ماينس حاجه و30 ماينس حاجه و20، بيبقى يعني هي مدينه يكسوها الثلج، ولكن في هذه المدينة بتبقى أسخن الندوات الاقتصادية والسياسية في دافوس. معي على الهاتف وزيرة، طيب حتى تعود لنا وزيرة الاستثمار، خلونا أوريكم صور جميلة جدا، يعني عايزين نبارك لعمرو يوسف وكندا علوش، 2 من الفنانين الجمال اللي انا شخصيا بحبهم. دي صورة الزفاف، هو الفرح مقسوم على 2 كده، يعني في فرح عائلي كان بالامس، وفي فرح ان شاء الله في اسوان اتمنى ان انا اقدر احضره، هيكون فرح يعني ان شاء الله في اسوان. كندا قمر كالعاده و فيري اليجنت ورقيقه، وعمر بقى ما حدش يقدر يقول حاجه، يعني عمر جميل في جميع الاحوال، بس كندا بجد سو بريتي وجميله ورقيقه، فستان رائع، شعرها جميل، يعني الحقيقه يعني منوره، حاجه مضيئه بالجمال. كندا علوش وعمر يوسف في اول صور الزفاف، بحييهم وأقول لكم سلام طيبين، وإن شاء الله يا رب أقدر أجي
في أسوان بإذن الله. نخرج فاصل بقى؟ طيب نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل معاكم ونتابع المراسلين الموجودين في أماكن كثيرة بيتابعوا المباراة ونشوف أخبار تانية ونرجع.